وطبعا زي ما تعودنا بنكون موجودين في أي حدث فني، عشان كده كنا موجودين في المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43. تعالوا مع بعض نعرف تفاصيل أكتر عنه. احنا بقالنا تقريبا 10 شهور شغالين على الدورة دي، المكتب الفني بالذات يعني مبرمجين ومديرين الأقسام ولجنة المشاهدة يعني بيشوفوا أفلام، بيسافروا، بيحضروا مهرجانات. مقدمين لنا السنة دي يعني اختيارات مهمة جدا وذكية جدا، لأن في توازن كبير في المهرجان ما بين الأفلام الهامة اللي حصلت على جوائز على مستوى العالم، وكمان أفلام بتقدم للمرة الأولى على المستوى الدولي. تقريبا تلت برنامج المهرجان أفلام جديدة بتتقدم للمرة الأولى. احنا السنة دي تقدم لنا في مسابقة الأفلام القصيرة 5100 فيلم، ده رقم كبير جدا جدا جدا. في العادي بيتقدم لنا ما بين 1000 إلى 1200 فيلم، فتقريبا 4 أضعاف الافلام اللي بتقدم كل سنه تقدم لنا السنه دي مسابقه الافلام القصيره. اعتقد ان ده سبب من اهم الاسباب اللي وصلت للرقم ده، ان مهرجان القاهره وبالذات مسابقه الافلام القصيره هي المسابقه الوحيده اللي عندها الاوبشن ان انت تروح للاوسكار كواليفيكيشن مباشره من جائزتك لاحسن فيلم في مهرجان القاهره. رد الفعل انا شايف انه جيد، و وزي ما بنقول دي الخطوة الأولى بس للدورة، يعني ده بنعتبره اليوم الأولاني في الدورة، واحنا هناخد كل الملاحظات اللي اتقالت ونشتغل عليها. وانا اعتقد ان احنا بدأنا شغل يمكن من السنة اللي فاتت، من بعد السنة اللي فاتت ما خلص على طول، كل الملاحظات اللي اتقالت ابتدينا ان احنا نركز فيها علشان نحاول نتلافاها في الدورة دي. انا الحقيقه مبسوط جدا جدا من مشاركه الفيلم في مهرجان القاهره في الدوره دي، ومتحمس جدا للدوره دي تحديدا عشان انا مشارك فيها، وعشان هي فعلا واضح انها دوره مختلفه جدا. وانا الحقيقه مبسوط وفخور من اختيار اول فيلم بكتبه وبخرجه يبقى ضمن مسابقه رسميه في الافلام القصيره. احنا يعني عندنا انتاجات مسرح، ده الجزء الثاني، وعندنا دور عرض، مجموعه كبيره من دور العرض. المسرح عندنا هاني رمزي لسه مخلصينها، وكنا في جدة، وعندنا عرض تاني في موسم الرياض، وعندنا مسرحية للفنان محمد سعد الليمبي في الجاهلية دي خلال أيام في موسم الرياض، وعندنا عيلة لسعة جدا أحمد زاهر وملك وليلى والفنان الكبير أحمد فتحي، وبرضه هتبقى في ديسمبر إن شاء الله في موسم الرياض. في أفلام مهمة جدا، في أفلام حلوة جدا، في أفلام واخدة جوائز عالمية ودولية، كلها موجودة في الملامح اللي أعلننا عنها في المؤتمر الصحفي، وفي افلام جديده لسه هتنزل دوليه وعالميه وعرض اول، فدي حاجه يعني في افلام كتير السنه دي حلوه. الفيلم ابو صدام فيلم تشويقي بتدور احداثه في خلال يوم، بطوله محمد ممدوح واحمد داش. بنشوف في خلال اليوم ده ضغوطات واحداث مختلفه بتحصل لابو صدام لغايه لما احداث الفيلم كلها بتتغير.